السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد الأمين من قناة الأمين. وقبل ما نبداو كما العادة، علاش ما نصلوش على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا. شكرا على الدعم نتاعكم في الأيام الأخيرة. حبيت نقولكم باللي الدعم نتاعكم هو اللي راه مشجعني أنني نواصل معكم. إذن واصلوا الدعم نتاعكم باش يواصل العمل نتاعي معكم. المهم، يوجد الكثير من الطلبة سواء المجتهدين فيهم والمتفوقين وحتى المتوسطين في المستوى نتاعهم يشكو من مادة اسمها الفلسفة. مش الكل ولكن الكثير. المهم، مادة الفلسفة بمثابة عائق لهم. بالنسبة للطلبة المتفوقين، يكونوا متفوقين في جميع المواد تقريبا، إلا أنهم يتخوفوا من مادة الفلسفة على أساس أنها مادة جديدة ومادة غير مفهومة ومادة فيها الكثير من الغموض. ولكن لا، مادة الفلسفة هي على حسب رأيي أنا، مادة الفلسفة تحكي عن الواقع، أي شيء في الواقع، كما المنطق. المنطق نستعمله في الرياضيات، نستعمله في الكثير من الأمور الحياتية، الأنا والغير كذلك، السؤال العلمي والسؤال الفلسفي، الشعور واللا شعور خاص بالأدبيين، كثير 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 من الدروس والله اللي كان غير تفهموها. النصيحة الثانية اللي غادي نمدها لكم، النصيحة الأولى هي مادة تاع الفلسفة مشي مادة حفظ. احفظ الأقوال تاع الفلاسفة، ومشي شرط تحفظها أنك تحطها كيما هي، باسكو مشي قرآن، غير القرآن اللي لازم تحفظها كيما هو. ألوغ متربطش روحك، متفشلش روحك قبل ما تقولش بلي لازم نحفظها كيما هي الا ما حفظتهاش. لا 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 لا، راك غلط خويا، راك غير تدمر في روحك. المادة تاع الفلسفة تبغي انك تفهمها، فهمتها مع البروف، ما فهمتش روح وحدك وفهمها وحدك. كاين اللي يقولي بلي ما نقدرش نقرا غير من الوراقي ونفهم، ما كانش مشكل. اليوم جبتكم هاد القناتين فيهم اساتذة رائعين في مادة الفلسفة يشرحوها بالتفصيل. هاد القناتين راكو تشوفوهم دركا في الفيديو، راح نخلي لكم اللين تاعهم في الديسكريبسيون. اللي بغى يدخل ويتعلم ويدي نظرة على مادة الفلسفة. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم باللي مادة تاع الفلسفة هي مادة جد سهلة، لدرجة انها هي اسهل مادة في الثالثة ثانوي، وما تخافوش منها. لكان ما جات سهلة ما يديروهاش حتى للثالثة ثانوي بالنسبة للعلميين. كما جاتش مادة سهلة ما يديروهاش حتى الثالثة ثانوي، مادة سهلة. المهم ما بقى لي غير نقول لكم على في رسالكم، وما تنساوش باللي تخدموا وتديروا كاع واش تقدروا باش تدوا الباك نتاعكم بالنقطة اللي تبغوها نتوما. سلام.